يسمع والله تيري في داركم ما ردوا بالكم مالكم اسيدي مالكم الزول في الاول نيت ما يسمع الزول مقرن مرحبا اسوين الوغ اجوردي بيان سور مي سومبل ميكردي الساعة الاربعاء دونك لو بيان سور 26 جانفي 2022 الي اكزاكتومون 21h15 راح نتكلموا اليوم على توجور على ليكول بكري كنا نقولوا كون لو باتيمون فا تو فا دونك تبدلت الحاله يفو دير كون ليكول فا تو فا مالوريزمون شي نو ليكول نو فا با بيان اي سي بور سا كو حنا ثاني رانا ماناش ملاح والجزائر ماهيش مليحه وكامل كامل كامل يرجع ليكول ليكول الجيريان مرت بعواصف كبيره كما تعرفوا كبيره 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 علاش باسكو سيسوها كي سيسو الدين شفتوا واش صرا في التسعينات وزادوا سيسو ليكول صدير سيسو دخلوا السياسه في ليكول واحد يقول لك احنا عرب لازم نقراو العربيه الاخر يقول لك لا هذه العربيه ما نقراوهاش نقراو الفرنسيه الاخر الفرنسيه يقول لك نتاع لغه الاستعمار الاخر يقول لك لا نحيوهم في زوج ونجيبو تامزغه الاخر يقول لك لا نحيوهم كامل ونجيبو الانجليزيه ولات ليكول ولات مسخره من عندها دوكا تقريبا ما عدليش قداش دوكا 20 طون ولا اكثر ولا 25 طون ليكول تاع الجزائر ما عادش تخرج لا واش يقولوا ني كسوا في البريمير ولا في المويان ولا في السكوندير ولا في اليونيفرسيتي راكم تشوفوا كيفاش لالجيري اني ميم با سيتي دون لي كيما قال واحد لي نومونكلاتور ولا في كانش في ما كاين والو الجزائر في التعليم زيرو حتى في البلاد تاع لي افريكان حتى كيكونوا باكزومبل ليكول تاعهم تعاني مي يسون كلاسي حنا ني با كلاسي خلاص حنا راحت خلاص الو الناس قاعدين يتمسخروا بالشعب اشاك فوا هاذوك نديرو ريفورم هاذوك نديرو ريفورم ريفورم تاع التعليم ريفورم تاع التعليم ريفورم تاع التعليم كيحبو يديرو كيحبو باش يديرو لا ريفورم قد جابو مدام بن غبريت
مدام غبريت عطاها بوتفليقه الله يرحمه، قال لها مدام هاي ليك كيما سموك كش ما ترجعي ليكول سوغ الراي سوغ غاي لو تخان دو ليكول الى ديغايي. قال لها شوفي تراكش ما ترجعيها سوغ غاي. مسكينه هي جات بنيتها، هي جات بنيتها باش سيبري تخرج ليكول باسكو ليكول راحت، دونك حبت باش كيما قال واحد ترجع ليكول كيما كانت او موان كيما كانت كيما خلاتها لنا فرنسا، او موان كيما خلاتها لنا فرنسا باسكو فرنسا كي راحت خلات شويه. وعلى الوقت هذا كانوا الناس يمشيو نورمال وكانت ليكول تمشي نورمال، حتى جا واحد الناس كيحبوا باش يشوفوا روحهم هما بعد محطمين وحبوا ما يحطموا البلاد، جابوا السياسه هذه نتاع التخريب، عيطوا لها التعريب هي راهي سياسه التخريب. بداوها واحد الوقت كيما ما تفهمش بوميزين مع فرنسا على جال لي باسكو كي كانوا يجيو دي بروفيسور فرونسي يقريو هنا في الجزائر اي تو سا، ما تفهموش ما عرف على السومه ولا ما تفهموش على كانش منا، مكره فيهم هو. ايا قال لهم ايا ما نحيو علينا الفرونسي خلاصي، ايا روحوا جيبوا لنا جماعه الاخوان نتاع مصر. بداو يجيو الاخوان نتاع مصر وهذاك وين دخلت الجزائر. واليوم الاخوان تاع مصر راهم كيما قال واحد رجعوهم ارهابيين، رجعوهم ارهابيين. وحنا حنا مازالوا عندنا هنا في الجزائر وهذه ربي يستر. على كل حال من ثم بدات راحت ليكول الجزائر. بالغبريت كي جات قالت لك حنايا لازمنا نرجعوا ليكول كيما كان، دونك لازمنا نقراو لي ماتيير سيونتيفيك، نبداو ما نقراوهمش بالعربيه باسكو العربيه مشكله كبيره فيها، مشكله كبيره وماهيش كيما يقولوا اسمه ماهيش لغه تاع علم، ماهيش لغه تاع علم. الناس يدعوا بها لغه القران ولا خرافات خرافات سيتادير. انا مانيش فاهم العرب بعد هما بعد العرب هما بعد في السعوديه وفي وفي كيف اسمه الكويت وفي الامارات العرب هما بعد طيشوها وراحوا باسكو هما كانوا مستعمرين من الانجليز راحوا لونجلي جاتهم سهله راهم في لونجلي. الا حنايا اللي قال لك لا، قال لك حنا العربيه هذه ولاو يدافعوا عليها اكثر من العرب اكثر من العرب. راكم تشوفوا عندها وقيله سمعناها ولا ميم با كيف اسمه القنصل تاع الجزائر في ليون حب باش يفتحوا واحد ديكول بالعربيه في ليون في فرنسا، وثاروا لي زوتوريتي فرونسيز رفضوا له، قالوا له لا، قالوا له ما تحلناش انا ليكول تاع العرب تاع العربيه. وهو فهمها قال لهم انتم ما بيكمش اللغه تاع العربيه، انتم حبيتوا تزيدوا تجيبوا لنا الدين تاعكم كما قال هما وزيدوا تكثروا لنا المشاكل ومنها. قالوا لا سي با لا بان. ثاروا الناس بداو قال لك حنايا ونحبسوا الفرنسي من العرب من الجزائر حتى حنايا ونقفلوا لي ليسين تاعهم ونقفلوا ما نعرف واش هو وعلاش هما ينحيونا العربيه وحنا. يا ولدي نعلو الشيطان نعلو الشيطان. تو دابور كي تقول لازمنا ما قبلوناش العربيه حتى حنا ما نقبلوهمش الفرنسي، لازمك تكون عربي الساعه، لازمك تكون عربي. السعوديه اللي كون داروها وي السعودية عرب ولغتهم هي العربية وعندهم الحق. لو كان غير الصباح ما يحبوش الفرنسي ما يحبوش يقريو لهم العربية في فرنسا، في السعودية يقفلوا ليزيكول يقفلوا ليزيكول فرونسيز. وأنا معاهم وأنا معاهم، رغم أن كما قلنا السعودية دوكا راهم عندهم ليزيكول كامل بلونجلي. ألوغ ولا وقال كيفاه ومن هنايا وحنا يا ابن عمي حنا ويدخلني انا كالجيريان، انا شوي الجيريان بربر امازيغ، جي تحصلني انا في العربيه ندافع على العربيه وكي عاد هما ما قبلوناش العربيه لازم نقفلوا لهم حنايا لي زيكول واش يقولوا فرونسيز في الجزائر، وكي نقفلوا لي زيكول فرونسيز في الجزائر شكون هو الخاسر؟ شكون هو الخاسر؟ يا هل ترى فرنسا ولا الامريكان ولا ولاد فرنسا ولا ولاد المسؤولين؟ يا ولاد الشعب هما اللي خاسرين. وديجا ديجا سي با لا بان واش تقتلوا، عندكم دو ليسي وقيلا الكسندر دوما في الجزائر فيه غير ولاد المسؤولين، وقيلا في عنبه ولا كش ما كاين واحد هذا ما كاين ولا لي زيكول ولا نتاع فرنسا تشوف فيهم في حتى الفرنسي اليوم ما تقراش في الجزائر ما كانش الناس ما ينجمش يدير لك
اون فراز كوريكت بال واش يقولوا بالفرنسي ما كانش. صارت مشكله هذا اليومين هذو. قال لك العام الجاي ان شاء الله نشوفوا لي زيكول بزاف لي زيكول راح نجيبوا لهم لي تابلت. لي تابلت يبقاو باش يبداو زعما الاولاد يقراو بلي تابلت باش ما عادش يجيبوا لهم لي ليفغ سكولير ومن هنا يظهروا عندهم لي ليفغ سكولير في التابلت ومن هنا. صاروا الاساتذه قالوا لهم حنا ماناش قابلين هذا الشيء هذا، ما نحبوش لي تابلت، هنا نحبوا الطوابل، نحبوا لي طابل، حنا لي طابل ما عندناش وانتم تقولوا نجيب لكم لي تابلت. صارت فيها شويه مشاكل وقال لكم كتبوا للوزير وقالوا له حنايا ابدا لنا الساعه بلي طابل، كي تجيب لنا لي طابل الاولاد الساعه وتنحي لنا كيف اسمه الغشي بزاف لي زيكو في لا كلاس، الاكتظاظ هذا كيعيطوا له الاكتظاظ. من بعد خمنا في لي طابلت. انا نقول باللي المشكل ماهوش مشكل طابلات، والله ما هو مشكل طابلات ولا مشكل ليفغ ولا مشكل نو جو ريغات، لا سامحوني، هذا حق كما قال واحد ارادوا به باطل. مدام بن غبريت مسكينه جات باش ترجع الجزائر كما قلت، باش ترجع ليكول الجزائريان كما قلت لكم انا كما كانت، ما خلاوهاش على جات خطره. قلت لهم يا ولدي انتوما كي تحطوا لنا القران باكزومبل بسم الله الرحمن الرحيم في ليب ايفري في ان ليفر نتاع سيونس ولا نتاع مات ولا من هون ولا شي هو يعني علاه بوكوا. صاروا قلبوا الدنيا كيفاش وتنحينا البسمله وجاو هذوك الاخوان المجرمين هذوك لاسوسياسيون تاعهم هذيك الجمعيه تاع العلماء المجرمين هذوك جاو يجريو وكيفاش وهذه بنت يهودي وراهي تتقينا في الاسلام. وهي فهمتهم قلت لهم يا ولدي انا ما نعطيكيش الاسلام، التربيه الاسلاميه كي ديروا لها الليفغ وديروا فيه كيف اسمو وديروا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وديروا فيه القران ومن هذا هو التربيه الاسلاميه معليش، مي ان ليفغ دو سيونس ولا ان ليفغ دو مات ولا ان ليفغ دو جيوغرافي، قلت لهم انا جو فوا با ليتيليتي نتاع نديروا فيه حنايا البسمله كما يقولوا هما. والله يكون حكموها غير كانوا يديوها طرف طرف ما حكموهاش بف. لا علينا. من بعد يا اخي شفتوا واش راه مسكينه مدام القبريطي مشات مسكينه كما قال واحد واش راه مصر. دوكا قضيه لي طابلات كما قلت لكم قضيه لي طابلات هذه حاجه مليحه، مي نديروا لي طابلات باش نخليو كيف اسمو الحاله كيما راهي سي با لا بان. انا نقول لكم سي با لا بان، سي با لا بان تخسروا صوالحكم باسكو راح ما نغيروا والو. تو دابور كيما قال لهم احمد عصيد، علاش ولاد المسؤولين كاملين تديهم في ميور زيكول دو فرانس ها وتديهم في ليكول فرونسيز كيما قال لهم في المغرب ها ولاد الشعب تحتم عليه تقولوا اقرا عربيه الوغ كو العربيه كيما قالوا في 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 واش يقولوا في لاغاب ني باز اون لونغ دو سيونس. علاش يعني بوركوا وعلى بالكم بها المسؤولين بعد على بالهم باللي لاغاب ما تجيب والو ولازم نبداو نقريو لي كيف اسمو من البريمير نقريو بلي لونغ اترونجيغ سواء بالفرنسي سواء بالانجلي كيما يقريو الناس الكل. دركا كي يعترفوا الناس باللي اللغه العربيه راهي ما تجيب والو ها ما تجيب والو ودوك نسمعكم احمد عصيد واش يهضر عليها دركا الصبح واش يقولوا لنا هذو جماعه هذو المعربوفون ها وجماعه اللي قال لك حقا الفرنسي لغه الاستعمار، اخويا ما نقراوهاش لغه الاستعمار. هما ما على بالهمش كي يقولوا لنا كيما هكا، حنا ثاني نجاوبوهم نقول لهم حتى العربيه لغه الاستعمار ما نقراوهاش. هو العربيه نتاعنا حنا ماهيش تاعنا حنا، جابوها المستعمرين كي دخلوا علينا دخلوا على مش غير علينا حنا دخلوا على لافريك دي نور كامله جابوها معاهم. دوكا اللي يقول لي لغة القرآن هذا مردود عليه، نتا تقول لغة القرآن، مي بالنسبة لي أنا لغة نورمال ماهيش لغة القرآن خلاص
خدش لغة القرآن، كيفاش نعرفها بلي لغة القرآن؟ نعرفها بإكزامبل كي نسخة، النسخة نتاع القرآن ولا ليبري تاع القرآن يهبط من السماء مكتوب بالعربية، ثم نستعرف بلي لغة القرآن. مي هذا ما حدش. الناس اللي حاسبين بلي القرآن راهو بعثه لنا ربي سبحانه وعز وجل ليبري مكتوب وهبط ونجاو الناس يكتبوا يهزوا فيه، راكم غالطين، راكم غالطين. وعلى بالكم باللي القرآن كي نزل وحي على سيدنا محمد، وسيدنا محمد كيعاد عربي، عربي اللي معاه هو ما يكتبش، اللي كانوا معاه يقول لهم هما يكتبوا بالعربية. شغل بايزومبل واحد منكم انتوما يكون بايزومبل فرنسي، يكون واحد يهضر بالفرنسي وينام، ينام في الليل يلقى روحو يهضر مع الملائكة ولا يهضر مع أي واحد، باش يهضر معاهم. هي يهضر معاهم بالفرنسي، راه يهضر معاهم بالشينوية. أنا أمازيغي لو كان ننام واش نلقى؟ نهضر مع الناس، نهضر معاهم بالأمازيغية ولا نهضر معاهم بالدارجة نتاعنا ولا بالفرنسي؟ نهضر معاهم بالشوية بالشينوية؟ هاني ما نعرفش. دونك لغة ما فيها لا دين لا والو، غير الناس برك اللي شاتيني كما قال واحد، الناس اللي ما همش فاهمين الحالة. نروحوا نشوفوا هذا أحمد عصيد واش يهضر على اللغة العربية، ومن بعد نرجعوا نكملوا للحديث نتاعنا. واش ما كتصلحش دابا أكبر عملية نفاق سياسي وأخطرها هذه اللي كاينة دابا في قضية لغة تدريس العلوم؟ واش كاين شي نفاق أكثر من هذا؟ سي البركة زعيم سياسي بلا ما يحشم كينوض كيقول لك تدريس العلوم بالفرنسية جريمة، يعطيني واحد في عائلته اللي تكون بالعربية وهوانيت نبداو به هوانيت، كلهم تكونوا في اللغات الأجنبية باش يتولوا المناصب ويسيروا الدولة، وهو كيعرف بأن العربية ما عندهاش يباع في البحث العلمي بالمفهوم المعاصر ديالو نهائيا. أعطيني شحال البحوث العلمية في الفيزياء النووية أو في الجيولوجيا كتدار في العام؟ إلا تعمل 45,000 كتاب جديد في العلوم الدقيقة شحال كيترجم للعربية؟ 5 4 3. وتجي تقول لي أنه باغي تدرس العلوم في بلادك بالعربية وأنت وليداتك درتيهم في لاميسيون باش تطمئن عليهم بحال السي الأزامي بحال الآخرين كاملين. الله يخليكم، اللي بغيتيه لوليداتك بغيه لولاد الشعب كاملين، وبركة من النفاق وبركة من الكذوب على الناس. حزب الاستقلال كيضحك علينا 55 عام وهو كيقول التعريب واللغه العربيه، وكيقري ولادو في لاميسيون غادي نتسناو عاود 55 عام اخرى مع البي جي دي عاود لنا نفس اللعبه. عينا هذا الشيء خصو ينتهي، الله يخليك خصو ينتهي. شوف فشلنا فشل ذريع في التعريب، خاصنا نوقفوا واحد الوقفه حازمه ونديروا لو بيلون، نديروا الحصيله ونكونوا شجعان ونقولوا علاش فشلنا وفين كاين العطب بكل شجاعه. ما درناهاش وجينا كنقولوا غادي نعاودوا نرجعوا للفرنسيه. انا كنقول للمسؤولين غترجعوا للفرنسيه، راه من بعد اكثر من 40 عام غترجعوا للفرنسيه، فين هما الاساتذه اللي دابا غيقرب الفرنسيه؟ راكم عربتوا الناس، عربتوا جيبي كامل ولا جوج. قولوا لي اولا لماذا قررتم تدارك هذا الخطا الان، وقولوا لي كيفاش فشلنا، علاش التعريب فشل، قولوا لي علاش قدرتوا تعربوا العلوم في الابتدائي الاعدادي الثانوي وما عمركم ما قدرتوا تعربوها في العالي، ماشي ما بغيتوش، ما قدرتوش. لماذا؟ لان التعليم العالي ديال البحث العلمي اللي مرتبط بسياق البحث العلمي العالمي، والعربيه ما عندها ما تعطي تما. اذا الحقيقه هي هذه، اذا ما عندناش الحق نعربوا الناس في الابتدائي الاعدادي ويلقاو الفرنسيه في العالي. شنو هو الحل؟ نبداو لهم باللغة الأجنبية من الابتدائي العلوم، لأن العلوم ما كتنتجش في عصرنا بالعربية، لا يوجد اكتشاف علمي واحد تدار بالعربية، جميع الاكتشافات كتدار بالإنجليزية بالدرجة الأولى، وفيها اللي بالألمانية وفيها اللي بالفرنسية وفيها اللي بلغات أخرى، اللي بدرجة 20% 18% ديال البحث العلمي مقارنة بالإنجليزية، الألمانية براسها والفرنسية براسها. ولكن إذا كندرسوا العلوم بالفرنسية راه حنا ديجا متقدمين بزاف على العربية. هادوك التيار اللي كيقول العربية ليست، الفرنسية ليست لغة علوم وهي لغة فاشلة و
الا كانت الفرنسيه لغه فاشله ما تقراش لولادك، مابقاوش تضحكوا علينا. فوالا كما استمعتوا للسي عاصيد هذا يعطيه الصحه بارك الله فيه، هذا المغربي خونا، الشيء اللي صرا في المغرب صرا عندنا في الجزائر نفس الشيء. ناس راحوا خربوا الناس، داروا التعريب لولاد الشعب مسكين، خلاوهم ما يقرا والو دوك، وهزوا ولادهم بعثوهم لي ميور زيكول دو فرانس، واللي ما بعثوهمش راهم يقريو فيهم في ليسي الكسندر دوما في الجزائر مسؤولين. والشعب المسكين اللي غالب عليه مسكين ها هو قاعد ما على بالوش، وها هو يدافع على العربيه ولغة القران، وخلي ولادو مساكن راكم تشوفوا كيفاش الناس مساكن دوكا ما قراو دوكا العربيه قد قد باسكو واعره، لا 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 العرب صعيبه، ما قراو الفرنسي، ما قراو الانجلي، وخلاص ها باقيين دوكا كيما قال واحد ما لقاوش رواحهم خلاص خلاص. دونك انا كيما قال لهم تاع الار سي دي الفالي رابيدمون ريكتيفي التيغ، انا كون جيت يعني في الدوله الفودري ريكتيفي التيغ. اذا ميم كيما قال تاع السيد المغربي، اذا ما عندناش اساتذه تاع الفرنسي، احنا عندنا في الجزائر تاع الفرنسي، ميم نجيبوا الناس اللي خرجت لوتات نجيبوهم باش نوليو نقريو لي ماتيير سيونتيفيك بالفرنسي ولونجلي اوسي كيما قال الانسان، وباش ليكول نتاعنا تولي تنهض وتولي تخرج من المشاكل تاعها. ولو كان نروح معاكم بعيد 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 خلاص، حتى ما يسمى بهذه التربيه الاسلاميه نحيها من كيف اسمه، نحيها من ليكول. اللي يحب يقري القران لولده ولا منه ولا منه يديه للمعهد ولا يديه ليكول كورانيك في ليكول بوبليك ولا ليكول بريفي، نقريو العلم ها لو سافوار. القران ماهوش علم، اسمحوا لي، القران دين، واللي يحب يقري الدين يروح يدي ولادو كيف اسمه المعهد. كما بكري في الجزائر كان معاهد دينيه، يحب يروح الدين يروح للدين، ليس هذه بصح ليكول بوبليك وليكول بريفي الناس تقري العلم لو سافوار، يقريو لي ماتيير سيونتيفيك ونخرجوا من المشاكل هذو خلاص خلاص، باش ما عادش نطيحوا في لي بروبليم اللي صراو لنا بكري في التسعينات، ونوليو كيما قال الواحد نخرجوا نقريو ارهابيين، ومن بعد هما يطلعوا للجبل وحنا نلحقوا لهم العسكر يقتلوهم في الجبل. هذه لازمها تحبس، هذه لازمها تحبس. دونك انا الاقتراح نتاعي اللي نقوله لازم ايميدياتمون يرجعوا لي لونغ سيونتيفيك يتقراو بالفرنسي. علاه بالفرنسي؟ باسكو حنايا رانا نصوم في لا ميديتراني، وكامل الدول اللي دايره بينا كلهم سي دي بيي فرانكوفون، الجزائر اوسي كانت ومازالت ان بيي فرانكوفون. دونك نبداو بالفرنسي باسكو هذاك اللي يقول لك نديرو الانجليزيه، وين هما كادو الاساتذه تاع الانجليزيه؟ عندك ثلاثه ولا اربعه من الناس يقراو لك الاخر؟ نو ما نقدروش، نقريو لي ماتير كيما كنا بالفرنسي، ومن بعد كي نلحقوا لونجلي ونلحقوا حتى الاسبانيول ونلحقوا حتى ليبرو اذا ما كانش هادو سي دي لونغ كيما قال واحد نحتاجوهم وماذا بينا نقراوهم. مي باش نبقاو هكذا نتمسخروا هاكم، شوفوا ولاد المسؤولين يا ناس راكم ما تخافوش عليهم، راهم على بالهم بولادهم، وانا جاي يحطوهم على بالهم راهم يضحكوا عليكم انتوما يا الشعب الغبي، يا الشعب الغبي راهو كي نقول كيما هكا راهو في صلاحك. حنا تقريو الفرنسي ولا تقريو ليبرو ولا ما تقريوهاش خلاص، ولا تحبسوا حتى ليكول، ما يهمناش فيكم، ما يهمناش فيكم، باسكو حنا نعرفوا واش رانا نديروا على بالنا واش راهو صاري. حنا نحبوا نوجهوا لكم باللي راهو كيف اسمه كيما الناس راهي فهمت دركا باللي راهو لي ماتيير سونتيفيك ما يتقراوش بالعربيه، ما يتقراوش بالعربيه، لازم لها اون ريستركتوراسيون ديريكتومون ليكول باش ليكول تخرج من المشاكل نتاعها. شوفوا يا جماعه كيفاش، علاش قلنا لكم حنا باللي راهو حتى هذه الماده نتاع كيف اسمها التربيه الاسلاميه لازم نرومبلاسيوها بالتربيه المدنيه. هذيك هي اللي ملحت لنا التربيه المدنيه كما كنا نديروا حنا، كنا نقراو بكري، عندنا ليدوكاسيون سيفيك ملي تخش ليكول، ليدوكاسيون سيفيك مليحه، كيفاش تتعامل مع الناس، كيفاش تقول لواحد صباح الخير صباح، كيفاش امك تطر الصباح لازم تقول لها صباح الخير وتسلم عليها، هذه هي
مي كيجيب لي انا تقريهم انت التربيه الاسلاميه انا وتجيب لي صحاب الحي هذو يدخلهم في عقلهم وعصرين يضربك والاخر يدخلك مع قداش تحت الارض ياك ديجا تحت الارض باش يدخل فيك دونك دوخوا الناس ولاو واحد الناس مساكن هابيل شوي كيما هكذا كل انا هذو المعلمين هذو كيفاش هما هذو المشعوذين كامل والله غير نحوزهم والله العظيم غير نحوزهم كل اللي عندهم روتريت اللي ما واش روتريت والله نقول له يا ودي ندير حتى روتريت اونتيسيبي ونحوزو نقول له روح تلعب على روحك ما تجيش لهنايا انت مشعوذ انت الناس بريمير يرحم والديكم يروحوا يجيبوا لي هذيك الكعبه هذيك نتاع في مكه هذيك ويبداو يدوروا عليها الاولاد واش العقليه هذه واش هو هذا سي كوا سو تريك لا احنا ولادنا بعثناكم باش تقريهم في العلم ولا بعدنا باش تدوروهم باش يقولوا ما عندهمش حتى الكعبه هذه مسكنه واش هما احنا ناس كبار دوكا ناس احنا كبار والله لا على بالنا واش هي الكعبه هذه والله لا على بالنا واش بها واش هي الكعبه هذه على بالنا بلي الناس كيطيحوا للحج هم يدوروا على الكعبه والله ما على باليش ولا يشوفوها ولا ما على بالناش مي تروح تجيب لي انت طفل صغير نتاع البريمير تدور انت على الاخر وهاوت ونديري كنتوا مع ربي سبحانه وعز وجل وبداو ينعتوا لهم وهاو الاولاد مسكنوا واش يفهموا في هذا الاخر خليك يكبر وزيد كاين حاجه شوفوا كيفاه الظلم وشوفوا كيفاه التعدي على الناس ايماجينو حنايا عندنا 10 من الناس مسيحيين او كاين بلوس ها نقولوا عندنا 10 من الناس مسيحيين مساكن هل 10 مسيحيين جزائريين هذو كي يبعث واحد ولده ليكول تروح انت تقري له التربيه الاسلاميه يا هو مسيحي ما لازم ندير له تربيه مسيحيه مالا هي ما تصلحش هذه هي اللي لازمنا نخرجوا من هذا التسييس ليكول نحبسوا من التسييس ليكول ديجا راكم رانا روتار الناس مشات في التي جي في ديمارا عنده قرن كي راح وحنا رانا عندنا فيلو ولا عندنا رولما خلاص موش فيلو وراح نلحقوه حنا وراح نلحقوه دونك الناس اللي قالوا لي المشكل هذا نتاع الطابلات ماهيش طابلات الطاوله ماهيش طاوله هذا موضوع فارغ اليوم كي تشوفوا باللي المسؤولين حبوا يديروا ريفورم تاع ليكول ولاو يقريو لكم الفرنسي من كيف اسمه من لا باز من البريمير ولي لونغ سيونتيفيك من البريمير اعرفوا باللي ليكول راه ترجع للمسار نتاعها مي دركا راهم قاعدين يتمسخروا بكم كيما يتمسخر بكم هذا نتاع كيف اسمه نتاع التجاره نتاع التجاره حتى هو تمسخر بكم حتى نقا حتى منها هو كيما واحد هضر معاه ولا نحاه ولا منها هو قاعد يلعب فيها وخلاص هذا مكان عليه ما نطولش عليكم بتاتر من بعد نزيد نرجع لكم سيوني نوتر فيديو اذا كان لحقني الوقت سينو نقول لكم اذا ما رجعتش نقول لكم بونسواري ا توتي ا توس ا توت ا لاخر